حياكم الله. اهلا وسهلا. الله يحييك. مساكم طيبين. عرفنا بنفسك. تباها قصيده ولا تباها؟ عرفنا بنفسك بالطريقه اللي تشوفها انت مناسبه. طيب بس انا خايف الصوت يزعجكم. لا براحتك. لان المساحه صغيره. سلامك فلح على من بعد هذه يقولوا امين. الله يقويكم وانا مالي وما لا طويله. في قريه مبنيه من طوب في قريه مهيب مبنيه من طوب وطين من زد رصيدك بالفضائل وبن فيها فضيلة. والثانية معكم لسان القصيد وصوتها الزين وبالعلوم الغانمة والرسالاتها النبيلة. أنا لو الكاميرات فوقي حول 200 الواقعية جملتني وسويتها الجميلة. ويا طارحين الأسئلة اسئل ولا سؤالين. وش ناوي يتقدم وش ظنك تكون الحصيلة؟ ما تعبت رجلي للمعاني والأهدافي من سنين عشان أجيكم بالفشيلة وأروح بالفشيلة. ويلي تبوني يكون ميلاد نجم اليوم الاثنين سموه عبد الله وضموه معكم فالفصيلة. سموه عبد الله وضموه معكم فالفصيلة والجائزة والشهرة الطيبة عز وتمكين. أشديت حيلي وبالجميع شد حيله. والمسألة توفيق والعاقبة عند التقيين والخاتمة بيت يخلص عميل من عميله. تدري متى تدري متى من المياه يعوضك 24 إن جاء من 24 واحد عن قبيلة. سلامتكم. سلام الله. عبد الله ايش؟ عبد الله بن سعد الروبي. أغرب طريقة تعريف ممكن تمر علينا الظاهر. مو الظاهر متأكد أغرب طريقة تعريف. ما عليكم زوج جميل. شاعر. ما عليك زوج. هذا والله ما فيك حيلة. الله يرفع قدرك. بس انا اعتذر لو ان الدخوليه بالعكس ضايقت لاني احترم اللجنه واحترم الله يرفع قدرك. اخوي مميز ويعرف عن نفسك وثقتك بنفسك وانت تكلمت كل شيء. كنت اتمنى اسم الوالد يكون موجود في القصيده وكان يعني زي اشاره تحدي انت لان كانك قاعد تتحدى ويحق لك يعني انك الله يرفع قدرك. وانا اهنيك يعني على هالجراه. العاده يعني الانسان قدام لجنه يجي الارتباك حتى الكرسي يعني علم عن نفسي والكرسي له اثر فيه. انتم من نوفينا نشوفكم كل يوم في السوشيال ميديا تشنكم معنا من نوفينا ما عاد فيها. انا اللي قلت انت انا كفاني خلاص. الله يرفع قدرك. انا صارت موجودين بسبب اخوي عبد الله. سم بسالك الحين غير الشعر تبدا اذا الله وفق وقبلت الله كريم تجلس مع الشباب بالقريه كل يوم غير الشعر ايش عندك؟ عندي سوالف علوم الغانمه والرسالات النبيله والله اللي تنحشون عني تذكره يتلحشون السوالف يعني انه السوالف والعلوم. لا انا الواضح فيني السجية الواضحة انا اجتماعي جدا يعني ما اختلف نفسي غير اذا صرت اكتب شيء ولا هم باقي الامور يعني تقدم رفيق ابوي 24 سنة هذه تكفيني يعني. يعني تقدم نفسك كشاعر يا عبد الله؟ لا شاعر وزود. وش الزود؟ الزود رجال شاعر ورجال وسوالف وعلوم ونشارك ونطيح ونقوم وكل شبر بشبر الريجيم ماني زود على ما في شيء. عليكم زود. عليكم زود. انت شاعر حدث شيء يزعلك تغني فيه شيء يرضيك تغني فيه ضيف يجيكم تغني فيه يعني مشاعرك تنقلها بعد تندمج مع البرنامج. انت في قصه اخرى من حياتك ما انت في يعني اقول يعني اختيارات مختلفه يعني فيها طبخ وفيها لعب وفيها كوره وفيها اعاده طبخ. انا ماني ضامن درجاته والله صراحه غير الدرجات بس تقبل انك تدخل فيه جدا وتتنازل مع وش انا جنب 9 شهور مثل الريجي. كم عمرك يا عبد الله؟ على الورق 28 بس خليك عليها. بالنسبة لسؤالك وش ناوي تقدم؟ أنا والله ما في يعني ما في استراتيجية لكن كل شيء يخدمني ويخدم المشاهدة بقدمه. وتعرف أنت أصلاً أنت مع الوقت أنا أكسب منك أنت كزميل صحيح. إعلامي أنا أكسب منك شيء وأصقله يا عبد الله وأستفيد منك والعكس. قدم فطرتك وتبي تقدم الشيء الكثير ما غير هي. الله يبارك. الحمولة ثقيلة
ما لها لا جملها وانت ما انت بجملها. قال وسابقه تظهر وتطلع بيدها، قلت تطلع بيدها. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 الحمولة ثقيلة ما لها إلا جمالها وانت ما انت بجمالها. قال وسابقه تظهر وتطلع بيدها، قلت تطلع بيدها. وش اللي صار؟ أول مرة أشوف حاتم طالب بالشخصية هذه. هل هو اختبار عميق للمتسابق المتقدم؟ عبد الله الروقي قال أنا شاعر موقف وحاضر بحاضر، فهذا اختبار عميق يعني من حاتم، نشوف ينجح ولا لا. طروق واحد يكفيكم عشان ما اي واحد يكفي، يحتاج دقات قلب. فاجأ حاتم، يعني ما كان محضر لشيء هذا، كان محضر اشياء ثانيه. شوف ابتسامه حاتم، ابتسامه الانتصار. استنى يمكننا جايك عبد الله الروقي بشيء. طولوا مره. الحمولة ثقيلة جاك والله بطلها، وانت لا جات شلها. كانك تشوف نفسك كفو يا شيخ عدها. وانتظرني بعد. الله وجهك. شكرا جزيلا. كان يمديني اسوي شاهي واروح واجي وكذا. جزيلا لك. بيض الله وجهك يا عبد الله. الله يوفقكم ويقويكم ويجزاكم خير ويمتن لكم بتاعت الفرصه. الله يبارك من ربك. بيض الله وجهك يا عبد الله. يعطيك العافيه. شكرا لك. تسلم يا عبد الله. شكرا لكم. السلام عليكم. السلام. اللي اشوفه بعبد الله، يعني انا اتوقع عبد الله من الناس اللي ما راح انساهم انهم قدموا. شخص غريب، شخصيه غرابه بناحيه ايجابيه، من الناس اللي تتذكرهم، لكن في شعره عنده بس بين الثقه والغرور، هذا اللي انا خايف منه. احيانا الثقه تاخذ الواحد الاماكن ممكن نضيعها. يعني انا كويس وانا جيد وانا رجال وهذول رجال ندري، بس لازم يصير في كنترول شوي عند عبد الله. الشيء الثاني انه متسرع يعني، وهذا راح يدخله بمشاكل كبيره في حال انه انقبل بالقريه، لانه راح يختلط مع ناس شخصيات متعدده، مواهب غير. وعبد الله واضح انه من الشخصيات اللي لازم يكون بالمشهد ولا راح يصير مشاكل.